ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهاردة عبارة عن انبوكسنج كده لحاجة بسيطة اول مرة اجربها وحبيت اشاركها معاكم، فان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتعوا بيه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبليز شير الفيديو مع اي حد تحس ان هو هيستفيد من الفيديو او هيستمتع بيه. ويلا بينا نبتدي. النهاردة هيكون انبوكسنج للتو شوز اشتريتهم من تو براند مختلفين. التو براند دول يعتبروا اسعارهم عالية شوية بالنسبة للبراندات العادية المتداولة. البراندات دي في ناس كتيرة جدا اوريدي جربتها او بتستعملها او بتستخدمها، بس بالنسبة لي انا دي اول مرة، علشان كده حبيت اشارك معاكم الحاجة اللي اشتريتها. كمان البراندات دي اللي تعتبر الاسعار بتاعتها اعلى بكتير من البراندات العادية، هل تستاهل السعر ده او لا؟ من حيث الراحة، من حيث الكواليتي، من حيث اللونج وير، هل بتحافظ على شكلها مدة اطول او لا؟ وبالتالي هتكون اكيد بتستاهل السعر اللي هو زيادة عن البراندات العادية حتى في الاوفر. يعني التو شوز دول انا جبتهم في اوفر يعتبر، وستيل غاليين كتير. فاول حاجة هحاول احط لكم اسعار التو شوز كل واحد لوحده على السكرين بما يعادل سعره بالمصري، وهتشوفوا شكلهم طبعا والديزاين بتاعهم معايا. بعد كده بالتجربة لفترة معينة هحاول اشارك معاكم تجربتي او انطباعي، هل البراندات دي تستاهل الاسعار دي او لا؟ هل الراحة في الشوز حلوة؟ شكله محافظ على الشكل فترة اطول او لا؟ فدلوقتي هتشوفوهم معايا بالاسعار، وبعد فترة طبعا هنشوف هل يستاهلوا او لا بالتجربة. فاول حاجة هنبتدي باول شوز معايا من سكيتشرز. ده شكل البوكس بتاعه، طبعا شكله عادي جدا زي اي بوكس من اي براند. يعني اول حاجة انه اللون ده اللون المفضل بالنسبة لي في الحياة، في شوز، في اي حاجة، في لبس، في اي حاجة، احسن لون في الحياة. ثانيا شكله حلو وعجبني، فخليني افتحه معاكم واوريكم. ده الشكل بتاع الشوز، اتمنى يكون واضح. طبعا دي العلامة بتاعت سكيتشر، العلامة المميزة بتاعتهم. طبعا شكله تحفة، لونه تحفة. ده بالنسبة لي الايديال شيب بتاع اي شوز، مش عالي الهيل بتاعه، مش عالي قوي، اللون حلو والكواليتي حلوة. طبعا احسن لون بالنسبة لي كشمير بينك كده، حلو قوي بصراحة، شكله عجبني جدا. طبعا هحط لكم السعر دلوقتي على السكرين وقولولي هل يستاهل او لا، بس بالشكل كده يستاهل السعر. طبعا البير او الاثنين ده شكله زي ما قلت لكم، اللون حلو قوي عجبني، التصميم بتاعه برضو سيمبل يت شيك، يعني اللي هو الايديال شيب بتاع اي شوز. وطبعا سكيتشر، ودي اول مره بالنسبه لي. انا متاكده انه في ناس كثيره جربت وكتير بتتكلم انه الكواليتي بتاعت سكيتشر حلوه ويستاهل الاسعار وكده، فهجربه اكيد وهقول لكم هل فعلا يستاهل او تجربتي معاه انا فرقت بالنسبه لاي شوز تاني انا اشتريته او لا. فده كان اول شوز زي ما انتم شايفين كده معايا النهارده. تاني شوز معايا، يا رب الباك بتاعته تكون واضحة. طبعا the famous and the one and only نايكي. طبعا الشنطة بتاعته حلوة قوي، يعني تحسه luxurious قوي. خلوني اطلع الشوز. ده شكل البوكس بتاع نايكي. طبعا اعتقد الباك بتاعت نايكي مميزة شوية، معروفة برضو. فخلوني طبعا الشوز ده لونه ابيض، التاني كان على كشمير او بينك شوية، وده لونه ابيض سيمبل برضو. طبعا النايكي اغلى بكتير مع انه كان في اوفر. حاول احط لكم السعر قبل الاوفر وبعد الاوفر برضو بما يعادل بالمصري. طبعا انا مش بشتري خالص شوزات بالاسعار دي، دي اول مرة، الاتنين دول اول تجربة بصراحة بالكده. فيا رب يكون يستاهل. خلوني اوريكم النايكي. طبعا
ده شكله، هو مش ابيض قوي، هو ابيض على جراي كده. صراحة شكله خطير، تحفة تحفة، جميل قوي قوي بصراحة شكله. طبعا النايكي سيمبل او اللي هي العلامة بتاعت نايكي دي، حاجة واحدة بس مضايقاني فيه اللي هو الهيل الزيادة اللي ورا دي، دي حاجة انا ما بحبهاش. شايفين ده اخر الشوز، دي اكسترا كده مش احسن حاجة. طبعا انا عايزة اغش كده واقول لكم ان انا ده جربته، يعني الثاني لسه ما جربتوش، ده بس جربته مرة واحدة في خروجة، كان يوم طويل جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم مريح بطريقة فظيعة طول اليوم صراحة، كانت اول تجربة، واي شوز في الاول بيبقى طبعا يعني اكيد انتوا عارفين، بس كان مريح جدا جدا. مفيش بس مضايقني غير الحتة اللي ورا دي، بس مريح قوي قوي قوي. فمش عارفة بقى يعني الراحة، اوكي اعتقد نايكي، هل اللونج وير هيفرق كتير ان هو يعيش مدة اطول من الشوزات العادية او لا؟ ده لسه هنشوفه مع بعض. ده شكل التو بير مع بعض، شكله حلو قوي، عجبني شيك كده. والتاني السكتشر سيمبل كده شوية، النايكي فيه كده ستاند اوت كده يعني. فان شاء الله يكون الكواليتي بتستاهل برضو السعر، او يكون الكواليتي على قد السعر. بس كده هم دول الاتنين اللي حبيت اعملهم انبوكسنج معاكم. زي ما قلت لكم السكتشر لسه ما جربتوش خالص، النايكي لبسته يوم واحد بس، كانت خروجة طويلة جدا. الحاجة اللي لاحظتها ان هو مريح زي ما قلت لكم، بس طبعا ده لسه ما يعتبرش تيست او حاجة. زي ما قلت لكم اول مرة بجرب نايكي وسكتشر، وحابة اني اجربهم من كل النواحي، هل فعلا يستاهلوا الاسعار دي او لأ. الكواليتي بتفضل مدة اطول، اللونج وير زي ما قلت لكم بيحافظوا على شكلهم مدة اطول او لا، الراحة بتاعتهم، كل ده هجربه وهقول لكم طبعا بعد فترة من الاستخدام، اكيد مش دلوقتي. فطبعا هحاول اعمل لكم فيديو تاني بعد فترة اقول لكم هل فعلا يستاهلوا الاسعار دي او لا. ولو اي حد فيكم جرب اي، انا متأكدة ان في ناس كتيرة جربت نايكي او سكتشرز او whatever، اكتبوا لي في الكومنتس هل جربتوا الانواع دي ولقيتوها تستاهل السعر ده او لا. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا بيه، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد قريب، ومع السلامة.